بالتحديد احنا يا جماعه ان كاس العالم بيشتغل اهو، يعني الناس كلها بتتكلم دلوقتي على كاس العالم واحنا كمصر واحد صعبان عليه قوي يعني مش موجودين في كاس العالم. هل ده ما حركش حاجه جوه المسؤولين؟ اللي هو يا جماعه لازم نشتغل نبقى عارفين احنا هنوصل بطوله كاس العالم اللي جايه ازاي؟ هل في خطه معلنه للوصول لكاس العالم 2026 مثلا؟ هل سمعت عن اي حاجه تم اعلانها من قبل المسؤولين بخصوص الخطه الموضوع يا جماعه احنا هنعمل كذا كذا كذا، هنهتم بقطاع الناشئين، عندنا مثلا لجنه لتقييم الملاعب في قطاع الناشئين مثلا ونتكلم ونشوف لازم اللجنه دي تاخد قرارات هل الملعب ده يصلح ولا ما يصلحش. اهم حاجه موضوع اللجنه بتاعت تقييم الملاعب ده في قطاع الناشئين، احنا بنشوف نتائج غريبه. ده شفنا الاهلي مثلا، احنا عندنا الاهلي كسب 22-0 فرقه من الفرق مش فاكر مين، حاجه ممكن تفرح النادي الاهلي مثلا، لكن في نفس الوقت هل هم دول الشباب اللي انت بتبني عليهم ان انت تبقى حاطط خطه توصلك كاس العالم؟ يا جماعه ده احنا بنجهز بلجيكا لكاس العالم، بنجهز بلجيكا لكاس العالم، عندنا الامبراطور حازم امام، عندنا الزئبقي محمد بركات، هل اي حد فيهم طلع قال خطه معلنه لتجهيز المنتخب لبطوله مقبله لكاس العالم؟ مفيش اي حاجه حصلت من المسؤولين في الحقيقه يعني. الحاجه الثانيه، هل انتم متخيلين ان القصه كلها منحصره في ان احنا نجيب مدير فني ومدير الفني يختار ابرز واحسن العناصر الموجوده في الدوري المصري المحترفين وكده ان شاء الله ربنا يكرمه ويروح كاس العالم؟ لا لا، في ابعاد كتير قوي وفي خطوات كتيره قوي لازم تعملوها وفي شغل وسيستم لازم يتطبق بشكل صحيح عشان نشوف بلدنا في كاس العالم. يا جماعه ده في منتخبات كتيره قوي سابقانا بمراحل. السعوديه بيوصلوا كاس العالم للمره الكام في تاريخهم؟ المره السادسه في تاريخهم. المنتخب السعودي ناس تشتغل صح، المسؤولين هناك بيشتغلوا صح. المنتخب المغربي اللي موجود في كاس العالم، انا بجيب لك امثله من كاس العالم، المنتخب المغربي راح كاس العالم كام مره بالسنه دي؟ 6 مرات. احنا 3 مرات منهم مش عارف 34 و90 والحمد لله اخر مره كانت 2018 بعد 20 سنه وما تاهلناش بعد 2018 وما حققناش ولا فوز في تاريخ كاس العالم. ففي منتخبات سبقتنا، المنتخبات العربيه ناس تشتغل صح بيروحوا بال6 مرات وبالمرات المتتاليه، لكن احنا كل فين وفين. في اجيال عاشت وماتت ما شافتش مصر في كاس العالم، ما شافتش مصر في كاس العالم ليه؟ عشان في تقصير وجهه نظر، ما فيش خطط واضحه ومعلنه على اساسها ان انت تحاول ان انت توصل لكاس العالم. وارد انك تبقى موفق وغير او غير موفق، بس انت اشتغل صح. المنتخب الكاميروني، المنتخب الكاميروني بيوصل كاس العالم للمره الكام يا جماعه؟ الكاميروني، المنتخب الكاميروني 8 مرات يا راجل، 8 مرات منتخب في افريقيا اهو بيوصل كاس العالم. الموضوع مش صعب، احنا المفروض ملوك افريقيا، المفروض ان طبيعي جدا نوصل كاس العالم، لكن احنا مش بنشتغل صح، احنا اللي مش بنخطط صح. المنتخب السنغالي، انتوا عارفين اول مره منتخب السنغالي يوصل كاس عام امتى؟ في 2002. من ساعه 2002 لحد دلوقتي وصل 3 مرات، يعني حصلنا اللي احنا اول مره نوصل في حاجه و30. فمنتخب غانا 4 مرات. فللاسف احنا متاخرين جدا في القصه دي، لازم نخطط صح ونشوف الامور بتدار ازاي ونشوف ايه اللي يساعدنا في ان احنا نتاهل كاس عام، مش نجيب اي مدرب او سواء حتى لو مدرب، انت لو جبت جوارديولا نفسه من غير اي خطه مش هتوصل كاس عالم. الموضوع مش انك تختار لعيبه وقايمه والتشكيل يعني. فبصراحه كلمتين مهمين كنت يعني كنت حابب اقولهم يعني.